سؤال: هل يأثم من يطلب منه أن يعلم أحد سر مصلحته إلى شخص آخر؟ بمعنى إخواني في الله، هناك صنعات ما بها فيها سر، وإذا فشي هذا السر لم يعد لها وزنا هذا الذي ينتجها، فهل يجب عليه أن يظهره؟ لا يجب. وهذا ليس من كتمان العلم، فكتمان العلم المحرم هو الشرعي أو ما فيه مصلحة عامة للناس لا تتحقق إلا بإفشائه، مثل العلاج. طبيب اكتشف علاج مرض معين، كورونا مثلا منتشر بين المسلمين وبين الناس، فعرف العلاج وكتم. هنا يأثم، لما؟ لأن هذا مما قامت به مصلحة الناس كافة ومن بينهم المسلمين عامة. نحن لا نتكلم مثل هذا، نتكلم مثلا عن شيء متعلق ببرمجة، متعلق بحداد، بذهب، أشياء ليست مصلحة عامة للناس وهو يتقنها، فهل يجب عليه أن يعلم غيره؟ لا يجب. لكن نحن نذكر أنه إذا استطاع أن يعلمه جزءا يسيرا ومن خلاله يتكسب، فهذا الذي فيه الأجر الكبير. ولا يعلمه كل شيء حتى يبقي على مكانته، لا حرج. وفي النهاية الرزق بيد الله، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا.